كل الخير. رجعنا لحضراتكم وسريعا للاستاذ ماهر فرغلي رئيس تحرير موقع امان. مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. انا منزعجه من كم الاحزاب الدينيه اللي خرج في غفله من الزمن، وكلهم كانوا جاهزين تحت الترابيزه وشدوا الملفات وخدوا التمام وخلاص. والله انا فاكر ان انا كتبت مقال في اليوم السابع في 2011 تقريبا بعنوان انفجار مصورة الأحزاب الدينية، يعني عملية انفجار. فوجئنا بكم كبير، تقريبا كانوا أكتر من 13 حزب. وفي أحزاب في هذه الأحزاب لم تستطع جمع التوكيلات. يعني زي حزب بتاع جماعة الجهاد واختلفوا مع بعض السلام والتنمية، بعد كده خلوه اسمه الحزب الإسلامي وانشقوا على بعض، وكان قائد هذا الحزب تخيلي أسامة ياسم، وأسامة ياسم ده لسه ميت في سوريا. في سوريا اللي هو كان رئيس هذا الحزب. ولسه سوريا. الحزب موجود في مصر. ولسه الحزب هو لا هو مش مصرح ليه طبعا، ما عرفوش يجمعوا التوكيلات، لكن الفكره بس فضلت تتقال ان في حزب كذا، لكن ما خدش ترخيص. طيب انا مهتمه بقى شويه ان انت تفهمني ايه فكره الاحزاب الدينيه، وليه كان في استعجال من لحظه وصول عصام شرف لرئاسه الوزراء انهم بياخدوا التفويض ده، الموافقات دي ليه؟ مع ان مصر طول عمرها بترفض وجود احزاب على اساس ديني. طبعا احنا هنا في ازمه، وده يمكن انا قلته وبقوله على الهوا لاول مره اهو وصرح بيه، قلته لقيادات حزب النور. قلته ليهم في جلسه مغلقه، جلستين مغلقتين معاهم، كانوا هم صراحه بناء على طلب منهم يعني. تمام. في ما قبل حوالي شهر تقريبا، احنا ايه اللي اخطانا؟ هم صراحة تجاوبوا، بيراجعوا ايه اخطائنا، احنا ايه اللي احنا بنخطأ فيه. وانا قلت لهم بالضبط هذا الكلام، الكلام الكثير جدا على موضوع الهوية، الكلام الكثير لعدم الفصل ما بين الدين والسياسي بهذا الشكل، التداخل اللي حاصل ما بين تنظيم عندكم وما بين الحزب بهذا الشكل، الحزب النور. هم على العموم بيحاولوا يتعلموا، وموقفهم الاخير انا بشجعهم عليه دعم الدولة، دعم الرئيس السيسي، انا بشجعهم على هذه. احنا كلنا فاكرين مشهد 3/7. يعني الوحيد من التيار الديني اللي كان موجود. نعم. وكان ممثل هو حزب النور، وهم بيوصلوا ده. طيب لكن احنا عندنا أزمة مع قصة الأحزاب الدينية. أولا هذه التيارات كلها فيها أزمة أن أنا دائما الحامل الدين، يعني بصور نفسي أنا الحامل الدين، وفي ذات الوقت أنا بستغل الدين. تمام. دي نقطة منهجية خطيرة جدا عندهم، هم مش راضين يتخلوا عن هذه المعادلة مطلقا. ليه؟ لأن هذه المعادلة بتعطيهم النصر في الميدان. النهاردة أنا داخل معاكي معركة، أنت بتقولي الإسلام. وأنا ما مش رافع راية الإسلام، خلاص أنت هتنتصري مباشرة طالما رفعت راية الدين. وللعلم هم بيخلطوا ما بين الدين والتدين. يعني الدين ملك الله ثم المجتمع، وبالك التدين للطريقة بقى للوصول إلى الله، وهي مختلفة، كل واحد له طريقة معينة. فحرام أني أختزل طريقة معينة في التدين بتاعتي، بتاع طريقة التدين الإخواني أو السلفي وغيره، أختزلها في أشخاص محددين وعاوز المجتمع كله لا، وأخدها نموذج، وأخدها نموذج وعاوز المجتمع كله يعمل ده ويطبق ده، لأن ده حكر على الله. ده هم كده بيطلعوا نفسهم بنفسهم الحقيقة بقى، يعني ربما يعني كله بيخرجوا بره الملة، لأن ده حق الله مش حقهم. طبعا الحاجة المهمة إن هم بيستغلوا قصة الديمقراطية استغلال من أجل المصلحة. دائما جماعة الإخوان المسلمين تقول لك مصلحة الدعوة، يعني هي ممكن تعمل شيء خاطئ في تصورات أفرادها وقواعدها، وخاطئ حتى في الدين وفي الشرع، وتعمل هذا الخطأ طالما هو في مصلحة التنظيم. بالظبط، لأن الأولوية عندها للتنظيم. بالظبط. فهي بتستغل الديمقراطية طوال الوقت، وهذه التيارات تستغل مسألة قوانين اللي هي بتحض على تشكيل الأحزاب، وتستغل هذه القواعد وتعمل أحزاب من أجل إن هي تتوغل في اجتماع نتائج ملموسة للتنظيم وليس للمجتمع. احنا شفنا الهجمة الشرسة لما خدوا البرلمان واختطفوه في أول انتخابات برلمانية بعد 2011. فاكر حضرتك لما حصروا أسوار البرلمان بسلاسل بشرية وممنوع حد يختار، وحصروا مدينة الإنتاج وحصروا حتى البرلمان فكرة التشريع، هو احتكر الدولة زي كده. الشيخ بتاعهم ما كان بيقول لهم عايزين الدين، احنا هندي الدين. في أول جلسة ويأذن في مجلس في البرلمان ويعمل حاجات. بالظبط. هي دي طريقتهم، استغلال موضوع الحرية، موضوع الديمقراطية، وهو واقف على نفس الأرضية التي تحرم الديمقراطية للعلم.
يعني ما هو حتى التيار السلفي وانا قلت لهم ده انهم انتوا مارستوا العمل السياسي وفي ذات الوقت انتم تقفون على نفس الوضعيه القديمه ان الكتب القديمه التي تحرم العمل السياسي في ذات الوقت لم تخرج كتب اخرى لانهم انتهزين انا اسفه هم بياخدوا مكاسب اي موقف طبعا اذا الديمقراطيه هتجيبهم زي غزوه الصناديق مش هو بيقول لنا كده انتوا بتحتكموا للصناديق محمد حسين يعقوب مش بيقول انتوا بتحتكموا للصناديق ادي احنا خدناه طيب انت عاوز تدخل في 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 موضوع الصناديق وانت تحرم العمل السياسي فين كتبك وفين نظرياتك وادبياتك التي تحلل ممارسه العمل السياسي ما انت لسه امبارح بتقول الديمقراطيه كفر طيب على الارضيه بقى اللي انت بتقولها دي هل حضرتك موافق ان كان في استغلال للحظه الزمنيه دي لحظه الانتقال دي والتحول حضرتك فاكر طبعا وقتها المشهد كان عامل ازاي ف أخذوا الموافقات بتاعة أحزابهم بيعملوا إيه دلوقتي؟ هو استغلوا هذه اللحظة استغلوها بشكل خطير جدا أولا استغلوها في مش في الأحزاب بس في إدخال السلاح داخل الدولة وتهريبه إلى سيناء استغلوها في استقطاب وتجنيد عناصر داخل الدولة المصرية استغلوها في ان هم يخلقوا جماعات متنوعة ومتعددة شهدنا اكتر من 30 تنظيم نشأ بعد 25 يناير 19 منهم في سيناء بس وشوف بقى حاجات جوه البلد كتير اجناد مصر ومش عارفوا الكلام ده استغلوا هذه اللحظه في انشاء احزاب ومكونات بحجه انهم يمارسوا العمل السياسي ده كان في استغلال لسياسه التمكين اللي حصلت طبعا دي خطه يا فندم دي خطه منهجيه والاخوان كانت هي اللاعب الرئيسي في كل هذا وكل ما يحصل سواء بعلمها او بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره هنشوف ان الاخوان مساله الحزب دي مساله قديمه من 95 وهم بيضعوا تصور لشكل الحزب وفي بيت مأمون الهضيبي ابو العلا ماضي ابو العلا وعصام سلطان جلس ومعه كان المرشد ساعتها مرشد جماعه الاخوان المسلمين وضعوا التصور لعمل حزب سياسي وعلى اساس ان ابو العلا وعصام يعلنوا انشقاقهم عن تنظيم يعني كان فيلم زي عبد المنعم فيلم طبعا ده فيلم طبعا وكان هناك فيطلع حزب الوسط طبعا وكان قيادات من الاخوان اخرى تريد ان تقوم هي بهذا العمل واختلفوا مع بعض فخرج عصام سلطان وخرج ابو العيله وعملوا لنا حزب الوسط وكان حزبا اخوانيا صريحا واحنا شفنا بعد 25 يناير بعد وصول الاخوان الى قصر الاتحاديه شفنا ابو العيله ماضي ابو العيله لم يخرج من قصر الاتحاديه كان هو رفيق ل محمد مرسي طبعا. باعتبار كمان ان هو باعتباره كان عنده الخبره ما هو كان بيتربى في مش خبره بس لان محمد مرسي دي معلومه مش محمد مرسي كان تابع قياديا لابو العيلة يعني كان قائده ابو العيلة ماضي مسؤول عنه تنظيميا داخل جماعه الاخوان المسلمين يعني ده الاستاذ او شيخه ده الاستاذ فرافقه دائما فين في قصر الاتحاديه ما يعني كانش يعني زي ما الصوره دايما بتتنقل لنا انه خيرت الشاطر بس المتحكم لا يا فندم لا ابو العيلة كان هو مباشر بشكل مباشر مع مرسي كان هو يعتبر والده في التنظيم مربيه علشان كده كان عصام سلطان ساعات بيبقى لسانه حد جدا في الاعتراضات يعني عنده شعور ان هو السلطه بذاتها طبعا فهو هنا ده كان فيلم فهو من زمان عنده هذا التصور فلما بدأ بعد كده يعمل لنا كمان حاجة تانية اللي هي الحرية والعدالة وراح طالع عامل الحرية والعدالة عشان هو كان من مصلحته وجود كيانات متنوعة ومتعددة لأحزاب طبعا دينية طبعا عشان يقدر يحتوي الكل يقدر يحتوي دلوقتي واحنا رايحين للانتخابات بتاعتنا اللي احنا شايفين ان هي إعادة شرعية 30 يونيو وان لازم المصريين في الداخل والخارج يبقوا عارفين ان الصور هتتصور وهيتم تحليلها وان بدأت من دلوقتي بعد المنظمات في الخارج تشتغل على التشكيك مع ان الانتخابات لم تبدأ بعد وشفنا بعض الدعوات اللي بتقول ان عندها تصريح علشان تنزل تعمل تفويض ومفيش تصريح سألنا الداخلية والمسألة يعني بقى فيها الارض بقت رخوه كده بص ببساطه شديده عشان نوضح للساده المشاهدين والشعب المساله ببساطه بمعادله بسيطه بيرجينسكي ده كان واحد من السياسيين الامريكيين طبعا. المعروفين هو من وضع استخدام الاسلاميين والجهاز هذه الجماعات في هدم الاتحاد السوفيتي وفي الصراع موجود طالبان. في افغانستان تكوين طالبان وتكوين هذه الجماعات كلها تمام احنا كنا بصدد امام مشروع هو مشروع لتفتيت هذه المنطقه مشروع تفتيتي لهذه المنطقه تحويل هذه الدول الى صراعات داخليه وتجزئه بعض الدول او خلق صراعات داخل بعض الدول وجعلوا مصر هي الرمانه في الميزان هتكون في الاخر من كده العمل بتاع ولذلك حتى تلاقت
أهداف هذه التنظيمات مع هذه الخطة. يعني احنا شفنا حتى لتنظيم داعش المصري المصري اللي هو كانوا في الخارج في سوريا كانوا في سوريا، قيادتهم موجودة في سوريا، عملوا لنا كتب كثيرة جدا عن هدم الدولة المصرية، منها كيف نفتح مصر، سر الأحجية المصرية، وازاي نحن نصل إلى هدم هذه الدولة. فتلاقت هذه الأهداف مع أهداف الخطة الأمريكية لتفتيت هذه المنطقة وهيلاري كلينتون وأوباما. طيب. في عهد أوباما. هنا احنا النهاردة 3-7 أوقفت هذا المشروع بالضبط. انت النهاردة لازم تؤكد اختياراتك. انت اخترت في 3-7 مشروع تاني. دي واحد. اتنين، احنا بصدد امام مشاريع موجودة داخل المنطقة العربية. المشروع الاول المشروع التركي القطري داخل المنطقة. لازم يفضلوا فاكرينه. لازم كلنا نفهم كويس جدا ان في تناغم كبير جدا ما بين قطر وما بين تركيا في مشروع واحد لاستخدام تستخدم فيه جماعة الاخوان المسلمين ليس في مصر فحسب ولكن المنطقة. حتى في المنطقة وفي اوروبا كمان. تمام. دي واحد. اتنين، امام المشروع الايراني. ده مشروع فارسي مهم جدا بيستخدم المذهب بيستخدم المذهب الشيعي بيستخدم الدين هو دين طبعا المذهب يسير وراء السياسه الايرانيه وليس امام السياسه الايرانيه هو بيستغلوه في التمدد. ما هو زي الاخوان الاخوان بيستغلوا الاسلام السني وبيقدموا نفسهم ان هم ممثلي الاسلام السني، والايرانيين بيستغلوا برضو الدين وبيقولوا احنا ممثلي المذهب الشيعي. وشوفنا دلوقتي الشرازين عاملين مظاهرات اهو لما مسكوا ابن الراجل المرجعيه الكبرى الشرازي لان هو بينتقد ولايه الفقيه. المشروع الثالث المشروع الإسرائيلي وموجود جدا موجود جدا وأمام المشروع المصري الخليجي مشروع الرابع في المنطقة. نحن قدرنا ان احنا لابد ان نتناغم مع هذا المشروع والا سوف تأكلنا المشاريع الثلاثة. الاخوان في قلب المشروع التركي القطري وهذه الجماعات في قلب المشروع التركي. عشان كده لما الوزير انور جرجاش يتكلم على ان تركيا لازم لا تتدخل ويبقى شديد اللهجة وحاسم لازم المصريين ينتبهوا لان بيترمي لهم حاجات كتير مغلوطة. يا فندم احنا شفنا هالقاعدة في الصومال تركيا راحة فين؟ ولما حبت تروح سواكن ولما راحت الصومال عاوزة تعمل قاعدة ولما عاوزة تدخل في الملف. طيب. في اليمن قبل ما وقتي وفي ليبيا. قبل ما وقتي برضو يخلص قول للمصريين اللي مطلوب يتعاملوا بيه لان انا ببقى مش قادرة ألمس كل الاشياء. يعني انا بكلمهم على التفويض هو قاله بالنص الرئيس لو عزته هطلبه لكن التفويض المطلوب مننا هو المشاركة بكثافة في الانتخابات. هل في أمر يعني احنا مش فاهمينه حضرتك توضحه؟ أنا أؤكد على هذه العملية وأؤكد على المشاركة بإيجابية في العملية الانتخابية. لازم نثبت أن المشروع بتاعنا ما زال يسير في احنا بنرد على الإخوان تاني وطبعا نحن نسير في مشروعنا المواجه لهذا المشروع القطري الإخواني التركي وإلا ستضيع هذه الدولة. لابد أن نثبت مشاركتنا في هذا المشروع. ثانيا أنا لازم أؤكد على نقطة مهمة غاية في الخطورة وهي الحرية. احنا مش مع يعني بقول لك شارك مش بقول لك ان انت روح انتخب سيبا ادي مين. انا بقول لك شارك اثبت للعالم في العملية الانتخابية انت ان مصر تسير بقدم راسخة في العملية الديمقراطية امام هذه المشاريع المؤامراتية ضد هذه الدولة المصرية. طيب مهم برضو فكرة الدين كل الدين لانه اللي بيعمل المشاريع دي كلها ده عقل تاني خالص. الدين بالنسبة له أداة طبعا. مرة يكون سني مرة يكون شيعي هو مش فارق معاه ومرة يكون مسيحي ومرة يكون يهودي ايضا. عارف يا استاذ اماني مشكلتنا ايه ودايما لما نتكلم عن تجديد الخطاب الديني ان الدين دائما يختزل ويحتكر من قبل من اول عهد الدولة الاموية حتى عصرنا الحالي. احنا مش عاوزين لا مؤسسة ولا جماعة ولا تنظيم ولا حد يختزل الدين. هناك فرق بين الدين والتدين. التدين ده حرية والحرية تقدم في الدين الإسلامي للعلم عشان ده طبعا لأن يعني هناك الحساب فردي. طبعا الفقهاء هناك في كتب حتى التراث يقول لك لو هناك لقيط طفل صغير لقيط في الشارع وامرأة مسلمة ادعت أنه عبدها وامرأة مجوسية ادعت أنه ابنها القاضي يحكم للمرأة المجوسية أن الطفل هو ابن المجوسية وليس ابن المسلمة. لماذا؟ لأن الحرية تقدم على الدين.
فإحنا الحرية هي تجديد الخطاب الديني، الحرية حرية الاختيار، حرية العبادة، حرية الهداية، هذا هو تجديد الخطاب الديني. طب هل كان عندنا ما يبرر أن إحنا نبدأ من اللحظة بتاعة تولي المهندس عصام شرف يعني رئاسة الحكومة، ولا ده كان تعسف والجميع يتحمل المسؤولية فيه؟ لا يا فندم، لا ما فيش تعسف ولا حاجة، أنت بتتكلمي على حوالي من 6000 إلى 7000 تم في هذه الفترة وضعهم في وزارة الأوقاف المصرية. من 6000 ل 7000 تم توقيعاته وتوقيعات موجودة وكله مرصود وكله موجود، وهناك توغل حدث في وزارة الأوقاف المصرية بشكل فظيع، وطبعا في منها الشرطة، وفي أروقة كثيرة جدا داخل الدولة المصرية في هذه الفترة، كانت فترة رخوة. هل قصة الانتماءات الإخوانية الله أعلم بها، هل هي فترة رخوة؟ هل في هذه الفترة وكانوا بيضغطوا؟ طب ده كان ارجاعه لضعف الشخصية او الهدوء، الشخصية الهادئة يعني، ولا بالفعل انه كان اثناء مرحلة الجامعة كان جزء من المجموعات الاخوانية بشكل او باخر؟ لا انا برجعه شخصيا لمرحلة انه هو حلقة ضعيفة، حلقة كانت حلقة ضعيفة. لكن بالنسبة بالمناسبة بالنسبة لقصة الانضمام للجماعة ما عنديش ادلة كافية على ذلك، لكن انا اؤمن دائما أن هناك مربع لأعضاء هذه التنظيمات أو دائرة لأعضاء هذه التنظيمات، ممكن عضو داخل هذه الدائرة يكون مستقل، وممكن عضو يكون منشق، وممكن عضو يكون متواصل مع التنظيم، طالما لم يقفز خارج الدائرة. هناك من يقفز خارج الدائرة المقصود بها الفكرة، ودائما جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها لا يستطيعون يعني القفز خارج الدائرة بسهولة طبعاً، طبعاً. حتى بيكون، لكن فهذه المشكلة الأساسية. فأنا طالما هو تشارك في الأهداف، تشارك في تنفيذ الخطط، فأنا بعتبره على طول. طب سريعا كده بشكل تلغرافي، الصورة في ميدان التحرير كانت على يعني جانبه يسار ممثلا في الأستاذ حسين عبد الغني الناصري اليساري المعروف، يعني أنا بتكلم على الفكر السياسي، وعلى الجانب الآخر البلتاجي، ادي التيار الاسلام السياسي. ويا ريت يا شباب نحط الصوره لو سمحتوا. وده هنا ليه كل دول نسيوا حادثه القطر بتاع اليوب اللي بناء عليها خرج من الحكومه، واحنا النهارده زكريا عبد العزيز والبلتاجي والاستاذ حسين عبد الغني، ده كان بيقول ايه ومحدش من النخبه كلمنا؟ الاخوان استطاعت دايما في وقت الازمات التي تمر بها الدوله بيستغلوا القوى السياسية الأخرى التي تعتبر نفسها قوى سياسية والأفكار الأخرى، بيستطيعوا بنجاح زي ما هم عاملين بيحاولوا يعملوا في الفترة الأخيرة، يعني حاولوا يخاطبوا كل التيارات وإن إحنا مش عارف إيه الكلام ده كله، بيفشلوا كثيرا طبعا في هذه المسألة. في هذه الفترة نجحوا إلى حد ما في تقريب. هل النجاح كان بتوافق؟ هو كلهم من أجل تحقيق هدف، كل هذه الفئات كانت تريد هدف واحد، اسقاط الدولة؟ مش اسقاط الدولة، فيهم ناس كانوا بنية سليمة، كانوا يريدون الإصلاح داخل الدولة، تغيير النظام هذا الكلام كله. طيب. لكن استطاعت الإخوان أن تشغل كلها وتوظفها كلها كالعادة دائما. بشكرك شكرا جزيلا الباحث الأستاذ ماهر فرغلي رئيس تحرير موقع أمان، وبتمنى أن أنا وحضراتكم نكون في انتظار الجوابات اللي كل يوم جالك جواب، عايزين نشوف الجواب ده هيكون إيه، وهل بالفعل قدرنا نخمن أنه مجرد عد تنازلي وصولا ليوم الانتخابات ولا لا. إلى اللقاء.